للأسف نتحدث اليوم عن حملة كراهية ويعني عنصرية من مختلف ربما الجهات، أيضا يعني ليس فقط عامة الشعب بل أيضا من سياسيين، وهذا مستغرب اليوم بوجه يعني اللاجئين السوريون. من الناحية القانونية بالطبع هناك يعني وضع قانوني لهؤلاء تحفظه إن كان القوانين الدولية، قانون الدولي الإنساني، أم حتى يعني ممثلة بجهات مفوضية اللاجئين. ولكن الذي نأسف عليه أكثر هو الصمت المدوي من المسؤولون اللبنانيون ومن الأجهزة الإدارة اللبنانية التي نراها لا تعلم ولا تدير هذا الملف بشكل صحيح. يعني ليس هناك من عاقل لا يعلم بمدى عبء هذا الملف على اللبنانيين من نواحي كافة، ولكن أيضا يعني لا نستطيع أن نترك الساحة الإدارة اللبنانية أو الدولة اللبنانية هي صامتة وتاركة الساحة كما نقول يعني للعامية الذين يتشدقون بهذه الخطابات، خطابات الكراهية والعدائية تجاه اللاجئون السوريون، وهي بالطبع يعني ضد حقوق الإنسان وضد كل شرعيات ويعني وشرعة حقوق الإنسان التي يعني ما يعني هو أساس لبنان وقد وضعها لدى الأمم المتحدة. وبالتالي الدولة اللبنانية الصامتة اليوم الأكبر بوجه هذه الحملة التي لا تعرف كيف تدير هذا الملف والتي لا تتعاطى معه بمسؤولية نراها اليوم يعني غائبة عن السمع في وجه هذه الحملة. وبالتالي بالطبع يعني لا نستطيع أن نحمل يعني جريمة واحدة إن وقعت وتحدث الأجهزة الأمنية بأنها وقعت بسبب سوريون، أن نحمل كل الجرائم لهؤلاء المظلومون من اللاجئين السوريين. يعني يكفيهم ما تحملوه من عبء يعني كان في سوريا وحالات العنف وغيره، وأيضا اليوم في لبنان يتعرضون لهذه الحملة المغرضة من الكراهية والعصبيات. وبالتالي بالطبع يعني هذا الأمر قانونيا هو غير شرعي وأيضا منبوذ من كل العقلاء في لبنان. هذه الحملة يعني بوجه هذه الجريمة التي نرفضها بكل أشكالها بالطبع، ولكن أيضا لا نستطيع أن نحمل اللاجئون السوريون عبء جريمة قام بها أحد السوريين، لأن هناك جرائم كثيرة تقع في لبنان إن كان من تهريب وإن كان من سرقات سيارات ومخدرات وكلها. وبحكم الواقع الجغرافي بين لبنان وسوريا يعني مجمل هذه العصابات هي مؤلفة من سوريين واللبنانيون. وبالتالي لماذا اليوم هذا الحديث يعني المستعر بوجه السوريون تحديدا اللاجئين السوريين؟ ربما هناك أشخاص سوريون آخرون افتعلوا هذه الجرائم وهم يعني والدليل أنهم ذهبوا إلى سوريا، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكونوا من فئة اللاجئين. فلهذا نفهم بأن هذه الجريمة هي يعني منظمة ومفبركة لغايات سياسية معينة، وقد وقع للأسف اللبنانيون أو قسم من اللبنانيون في فخ هذه الجريمة، ونرى نتائجها اليوم هذه الحملة المستعرة من الكراهية ضد اللاجئين السوريين. نعم، يعني منظمات أممية على رأسها هيومن رايتس ووتش حذرت من ارتكاب انتهاكات بحق السوريين أو ترحيلهم قسريا في ظل احتمالية تعرضهم لمخاطر وانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية. فما الخطوات التي تتبعها تلك المنظمات أو من المفروض أن تتبعها؟ لا شك أن جميع المنظمات المجتمع المدني تقوم اليوم بواجب الضغط على الدولة اللبنانية لكي لا تبقى صامتة ولكي تتحرك. وقد ربما لاحظنا يعني بعض التحركات من قبل وزير الداخلية أو يعني العودة بخطاباته التي كانت تستفز أكثر يعني ربما الشارع. اليوم ربما يعني هناك عقلانية أكثر من بعض المسؤولين اللبنانيين لأنهم أدركوا بأنهم
إذا ما ترك الشارع سوف نذهب إلى ما يحمد عقبة من فلتان أمني وتحريض، وأيضا يعني سوف نصبح شارع مقابل شارع، لأن يعني إذا كان هناك من دعاة لتطهير المناطق لكي كما نسميها المناطق المسيحية من الوجود السوري، الوجود اللاجئين السوريين، هناك مناطق أخرى من لبنان سوف تحتضن هؤلاء، وسوف يكون هناك ردة فعل أيضا من هذه المناطق بوجه هذا الشارع، وسوف نذهب إلى ربما مشاهد كنا نتمنى أن نكون نسيناها من الحرب اللبنانية، عندما أيضا اختلف اللبنانيون حول الوجود الفلسطيني، ربما يعني اليوم سوف يختلفون حول الوجود السوري، وسوف ندخل أيضا مجددا في متاهة الحرب الأهلية، وهذا ما نناشد جميع العقلاء في لبنان ولا سيما الممسكون بزمام الأمور أن يضبطوا هذا الأمر، وربما هذا ما فهموه إن كان بعض الأحزاب المسيحية وإن كان من رجال يعني السلطة أو الأمنيين بأنهم لا يستطيعون أن يقفوا مكتوفي الأيدي وأن يسدوا أذانهم عن حملة العنصرية والكراهية هذه التي يعني تدور في البلاد منذ يعني مقتل باسكال سليمان، وبالتالي اليوم ربما يعني نشهد خطابات مغايرة من اليوم الأول لأنهم وجدوا أنفسهم مسؤولية فلتان هذا الشارع، فسوف نذهب إلى مكان يعني نعلم أين نبدأ ولكن لا نعلم أين ننتهي. نعم سيد أمين بشير محامي وناشط سياسي كنت معنا من بيروت، شكرا على المداخلة. شكرا لك.